أنا شاب في 25 من عمري، وأنا مستقيم ومؤدي لواجباتي الدينية والحمد لله، إلا أنني أشعر بأنني أميل للرياء والسمعة في أعمالي كالصلاة وغيرها من الأعمال، وهذا والله رغما عني، وأنا ألح على الله بالدعاء أن يخلصني من هذا البلاء ولكن دون جدوى. سؤالي: هل أعتبر مشركا بالله؟ وهل أعتبر كمن يرائي بأعماله عامدا متعمدا؟ أم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذني حيث أن ذلك بغير إرادتي؟ أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وأن تدلوني على ما يخلصني من هذه البلوى، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الرياء منكر وشرك ومن أعمال المنافقين، فالواجب عليك الحذر منه وجهاد نفسك حتى تخلص منه، مع سؤال الله سبحانه وتعالى وانطلاعه إليه أن يعافيك من ذلك، ولا تيأس، بل استمر في الدعاء وانطلاعه إلى الله في أن يوفقك وأن يهديك حتى تدعه، وجاهد نفسك واصبر وصابر في ذلك حتى يعافيك الله من ذلك. ومن خلق أهل النفاق كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل لا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فأنت جاهد نفسك وأبشر بالخير، ومن جاهد أعانه الله. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك في هذا السبيل فأبشر بالخير، والله سوف يعينك ويهديك السبيل القوي. ولا تيأس ولا تقنط، اصبر وصابر واسأل ربك العون، وأبشر بالخير الذي وعد الله به الصادقين والصابرين. وهذا شرك أصغر وليس بالشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فاشكو إلى أن فقال الرياء، فهو قد أصاب غيرك كما أصابك، فعليك بالصبر وسؤال الله العافية. هو ليس من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال، لا، ولكنه شرك أصغر يحبط العمل الذي قارنه، العمل الذي قارنه يحبطه، فإذا كنت تصلي صلاة للرياء بطلت هذه الصلاة التي فعلتها للرياء، وإذا صدعت للرياء بطل ثوابها، إذا سبحت أو ذكرت الله للرياء وقرأت القرآن للرياء ما لك ثواب بل عليك إثم. وإذا جاهدت نفسك في ترك والحذر منه أعانك الله ويسر أمرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأبشر بالخير.